رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل سفير الجمهورية الفرنسية للتوديع. اللواء بنبريك يطلع على أنشطة عمل وزارة الشباب والرياضة ويلتقي ضباط خريجي الدفعة الأولى خاصة من كلية زايد الثاني العسكرية. تزامنا مع الحراك الدبلوماسي بالعاصمة عدن، رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع بعثة وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي. قيادة تربية ساحل حضرموت تدشن استلام الكتاب المدرسي لرياض الأطفال على مستوى مديرية المحافظة. مسام يدمر 16 لغما حوثيا ويؤمن 5 مناطق ومزرعة وبئر مياه بالساحل الغربي.